بورنموث دلوقتي بيعملوا ابيل، هيرفعوا قضيه على ال 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 السيستم بتاع عين الصقر، لانه بيقولوا ان هم في جول جابوه قدام شيفل، الجول ده لو كان اتحسب كانوا زمانهم دلوقتي جول رسمي 100%، جول رسمي 100%، والناس كلها والناس اعترفت، حتى باين غالبا الحكم كمان ساعتها قال يعني كل الناس دلوقتي بتقول ان هم عندهم جود شانس ان هم فعلا يقعدوا. يعني النهارده كل الناس في التليجراف كاتبين ارتكل كامله والله ان هم عندهم جود شانس، لان هي حاجه واضحه وصريحه. يعني كلنا فاكرين الجون ده اللي ما اتحسبش بسرعه، يعني جون واضح. ويمكن الغريب ان في انجلترا يعني اول ما الكوره بتعدي بيعمل عند الحكم الساعه فايبريشن، خلاص الجون دخل فبيصفر وما بيشوفش حتى الفار يعني. فهي طبعا عنده الحاجه اللي يعتمد عليها في الابيل بتاعته. لكن ده بيقول لك هرفع قضيه مدنيه. ايوه مش مدنيه. اه هرفع قضيه بس مدنيه دي هرفع قضيه يعني. على السيستم بيقول لك ان السيستم نفسه، الشركه نفسها، الشركه اللي عملت السيستم ده هيرفع لهم قضيه ان هم خسروهم. بس دي هياخد بقى يعني هياخدها حاجه ماديه، يعني مش هياخد حاجه يعني. هل هيخش البريمير ليج تاني؟ ممكن لو خد حكم مدني ويروح داخل اي مدنيه ما ينفعش اعتقد. يعني برضه انا مش خبير لوائح، بس مدنيا القواضي المدنيه ما تخشش في الفيفا، والفيفا ما يعتمدهاش، وما تخشش في، ما ينفعش تخش قضيه مدنيه ضد تدخلها في حاجات الرياضه. بس دي حاجه كلير يعني، هم ازاي ما رجعش؟ طبعا لا انا مع لكن يعني. لكن باين. هو ممكن يدخلها بقى في انها تبع الفيفا، ان هو يعمل قضيه رياضيه في الكاس ولا حاجه، دي تخش في الجدول الطبيعي اللي بيخش فيها القواضي الرياضيه. لكن لو عمل قضيه مدنيه فهو عايز ياخد تعويض بقى مادي. لكن خلينا نتكلم على واتفورد يا ميدو وماتش استون فيلا. انا كنت متوقع ان واتفورد هينزل يموت نفسه، فرقه المفروض تكسب وتخش ارسنال. تخش فيها جون بعد 5 دقائق او لا اول دقيقه او اربع دقائق تقريبا. فحاجه يعني انت بتلعب على ان انت لازم تكسب الماتش، وان انت لازم اللي قدامك ما لو كسب انت لازم تكسب عشان تخش تقعد في البريمير ليج. يخش الجون تعمل بنتي بعد 4 دقائق. لا يعني تحس في حاجه غريبه في واتفورد، زي ما انت تقول متغير مدرب في وقت غريب جدا، ومدرب غريب اساسا اللي جاي ملوش يعني اي سوابق ان هو عملها مع فرقه، وبتلعب في ماتش المفروض بالنسبه لك ده ماتش العمر، 5 دقايق بتعمل فيلد وبعدين بتبقى خسران 3. يعني ما شفتهاش قبل كده. الجول اللي هم كانوا جابوه اللي بيعترضوا عليه كان جول شيفيلد هو اللي جابه في استون فيلا. فلو كان شيفيلد كسبوا كان هم استون فيلا كان هي الماتش خلص 0-0، كانوا هم يقعدوا مكان استون فيلا. صح. هم لو كسبوا القضيه دي ممكن استون فيلا يحصل لهم مشاكل. ما معرفش بقى دي مش عارف ما معرفش هيعملوا فيها ايه. بس هو هي نقطه في الاخر. وهو ليه فرق الاهداف بالنسبه له، خلاص ان كسب ايفرتون اخر ماتش 3-1 كان هيقعد، وبالتالي لو كان استون فيلا خسر الماتش ده كان هو اللي هيخش تاني، هو اللي هيخش مكانه.